مساء الخير. في العناوين: فنيدق مذهولة من انشقاق أحد أبنائها العسكريين وترد بالدعوة إلى التطوع. حلحلة في ملف مسجد عبد الله بن مسعود وما هو مصير المولوي ومنصور. وفي النشرة أيضا: داعش يستقدم تعزيزات من حلب والرقة إلى عين العرب. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. باستثناء اللقاء المنتظر مساء غد بين البطريرك الراعي والرئيس الحريري في روما، فإن الحركة السياسية تبدو شبه مشلولة، ومما زاد في شللها وجود الرئيس نبيه بري في جنيف. ولكن في موازاة الشلل السياسي تسجل حركة ميدانية تمتد من فنيدق إلى طرابلس وصولا إلى البقاع. في فنيدق انشغال بسبب انشقاق أحد العسكريين من البلدة. هذا الانشقاق ردت عليه فنيدق بطلب التطوع في الجيش. في طرابلس انشغال بقضية إخلاء مسجد عبد الله بن مسعود في طرابلس في باب التباني، حيث يتمركز شادي المولوي وأسامة منصور. أما في ملف العسكريين المخطوفين فلم يسجل أي تطور يذكر اليوم، وربما يعود ذلك إلى مراوحة الملف في مكانه من دون تسجيل أي تطور يذكر. في الملف السوري وفي طليعته ملف عين عرب، فإن المعارك فيها تبلغ الذروة في ظل استمرار تقدم تنظيم داعش على رغم الضربات المتكررة للحلفاء له، وقد استخدم تعزيزات إضافية من حلب والرقة.